السيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أوردت العديد من المؤسسات الدولية تقارير تتحدث عن تفشي الفساد في العراق، ونحن شخصنا هذه الآفة وأطلقنا عليها مصطلح جائحة الفساد. الفساد أصبح مؤسسة أقوى من الدولة، وشرعنا بملاحقة المطلوبين أينما وجدوا ومهما كانت مناصبهم وانتماءاتهم، وتسليمهم للقضاء العراقي. ما تقدر الميليشيات اللي تتهرب العملة إلى إيران، ما يقدرون، هي قوة خبو قوة، مدام الجارة موجودة هنا والميليشيات موجودة، فأي مبلغ اللي ينزل بالعراق هنا يطلع للخارج. وضعنا برنامجا يحمل أولويات حاسمة تمثل ملفات لا يمكن التهاون في تنفيذها. تقع في صلب احتياجات شعبنا، وتركزت هذه الأولويات على توفير فرص العمل. ما أوقع من كل كذب كذب يا أشهد مقاعد هذا قاعد كل العالم قاعدة، وتحقيق نهضة واسعة في الخدمات ومحاربة الفقر ورفع المستوى المعاش ومكافحة الفساد. من 2003 إلى هسه كهرباء ما قدروا يسوون. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.